الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد، أحمده سبحانه وأشكره حمدا وشكرا كثيرا بلا عدد، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخوتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقبيل أيام استقبلنا وإياكم شهر رمضان المبارك. هذا الشهر أخي الفاضل يعني لدينا ولديك الكثير، وأنت شأنك شأن سائر المسلمين، قد استبشرت بهذا الشهر الكريم ولا شك. ويسرني إخوتي الأفاضل في هذا الشهر الكريم أن أتوجه لكم بأغلى ما أملك وأعز ما أقدم سالكا سبيل المصارحة والحديث تحت ضوء الشمس. أحيانا المصارحة إخوتي الكرام المشاهدين قد تكون مرة الطعم، لكن نتائجها محمودة، وقد ذقنا جميعا مرارة التستر على العيوب، ولمسنا شؤم دفن الأخطاء باسم المجاملة. فآمل أن تتسع صدورنا أو صدورنا لسماع ما أقول. قبل كل شيء، هنالك ستة خصال لا بد أن يتحلى بها كل مسلم، لكن من وجهة نظري أنا يعني قد تشوشت بعض الشيء، لنتعرف عليها ولنعرج على كل واحدة منها. أولا، ورع ولكن. أخي المشاهد الكريم، موقف نشاهده جميعا في شهر الصيام، أن تجد شابا معرضا غارقا في وحل الشهوات يتجرأ على الكبائر والمعاصي ويتهاون في الطاعات الظاهرة. تجد هذا الشاب مثلا يعني يتساءل عن قضايا دقيقة في الصيام، كأن يتوضأ فنزل من أنفه قطرات من الدم دون قصد، فهل يؤثر هذا على الصيام أم لا؟ مر في الشارع فدخل في جوفه مثلا غبار، فما الحكم؟ وهو يسأل جادا ولديه استعداد تام لتحمل تبعة السؤال من قضاء أو حتى كفارة. إن السؤال أخي الكريم عما يشكل على المرء في عبادته مبدأ لا حق لأحد أن يرفضه، وإن وقوع المرء في معصية ليس مبررا لعدم عنايته بالطاعة والسؤال عنها. ولكن ألا توافقوني أن مثل هذا الشاب يعني يعيش تناقضا يصعب أن نجد تفسيرا له؟ يعني فلماذا يتورع هنا ويسأل ويحتاط عن أمر مشتبه عليه بينما يرتكب عن عمد وسبق إصرار مما يعلم أنه حرام بل كبيرة من الكبائر؟ والموعد المهموم، وركزوا جيدا مع هذا العنوان، كثير من الشباب يقتنع من خطأ طريقه أو من أخطأ طريقه ويتمنى التغيير، ولكنه ينتظر الفرصة المناسبة، ألا وهي أن يموت قريب له مثلا، أو يصاب هو بحادث فيتعظ ويهزه الموقف فيدعوه للتوبة. ولكن ماذا لو كان هو الميت فاتعظ به غيره، وكان هذا الحادث الذي ينتظره فعلا لكن صارت فيه نهايته؟ ليس أخي الشاب للإنسان في الدنيا إلا فرصة واحدة، يعني الأمر لا يحتمل المخاطرة، لا والله. فهلا قررنا نحن وإياكم التوبة في هذه اللحظة وسلوك طريق الاستقامة الآن؟ إن القرار قد يكون صعبا على النفس وثقيلا ويتطلب تبعات وتضحيات، لكن العقبة حميدة والثمر إن شاء الله يانع بمشيئة الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. إلى هنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم ممن عتقت رقابهم من النار في هذا الشهر المبارك. إخوة المشاهدين الكرام، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.